من اسلام اباد ينضم الينا مراسلنا براء هلال. اهلا بك براء. هل قرر خان بانه سيمثل امام المحكمه ام ما زال عند قراره بعدم المثول؟ يبدو انه اتخذ القرار بعدم المثول امام المحكمه شخصيا، حيث اننا الان في حديقه المحكمه العليا في اسلام اباد ومجمع المحاكم، ولكن ليس هناك تشديدات امنيه كبيره. يبدو ان شرطه العاصمه البريطانيه ايضا لديها تاكيدات بانه لم يمثل بشخصه حسب ما نصحه المحامون، لان ذلك قد يكون خطيرا بالنسبه له، حيث يمكن ان تقوم محكمه مكافحه الكسب غير المشروع باعتقاله، كما قامت باعتقاله قبل فتره، قبل اسبوعين تقريبا، من داخل المحكمه العليا. المحكمه الدستوريه العليا وهي محكمه باكستان العليا هي التي اطلقت سراحه قبل عده ايام لان طريقه اعتقاله لم تكن قانونيه، بينما نصحته بان يواصل اجراءات المحاكمه التي تقوم بها محكمه الكسب غير المشروع، محكمه الفساد لاب، وحيث انها تحقق في قضيه صندوق جامعه عبد القادر الخيري. هذه قطعه ارض كان يعتزم بناء جامعه عليها من قبل احد تجار العقارات في باكستان، اكبر تجار العقارات هو رياض ملك، واودع اموال هذه الارض في بريطانيا في بنك بريطاني، ولكن الحكومة البريطانية قالت أن هذه الأموال تعرضت لتجهيز لغسيل الأموال وقامت بإرجاعها إلى حكومة عمران خان بقيمة 140 مليون يورو، حيث تتهم هذه القضية عمران خان بأنه حصل على ما يقارب 50 مليون أو 60 مليون يورو، وهي 5 مليار روبية، مقابل السكوت عن عملية تبييض الأموال، ويتهم فيها مع زوجته بهذه القضية. يبدو أن عمران خان قرر أن يجيب على أسئلة المحكمة 20 سؤال، أن يجيب عليها إجابة مكتوبة وأن لا يمثل بشخصه، حيث أن الشرطة الآن تحاصر منزله في منطقة زمان بارك في لاهور، وتطالبه بتسليم 40 شخصا تقول انهم يتحصنون داخل المنزل، وهم مطلوبون للقوات الامنيه بتهمه مداهمه المقرات العسكريه يوم 9 مايو، وهو اليوم الذي اعتقل فيه عمران خان من داخل المحكمه في اسلام اباد من هذه المنطقه التي نحن فيها الان. شكرا لك براء هلال مراسلنا من اسلام اباد.